تديله فلوس ليه؟ اسيب يعني العيال جعانين ولا يعمل لي مربكه في المحل؟ طب انت مش عارفه انه هياخد الفلوس يديها لولاد اختك، ما يمكن هياخدها يشرب بيها حاجه من العباب اللي بيشربوا. ما يشرب ولا يبلع بحق جه النبي. طب انت يا بنت لسه جوزك مسافر في الشغلانه بتاعته دي؟ اه لسه مسافر يا توني، ربنا ينصره يا رب ويرجعه لي بالسلامه. ادعي له يا بنت يا رب. الف الف مبروك يا فؤاد، بقى كده تتجوز يا راجل من غير ما تقول لي. طب كنت قول لي، كنت عملت معاك الواجب وجبت لك هديه. يا درش العمليه مش مقصوده، والله العمليه جت بسرعه جدا كده ومن غير ترتيب. لا لا دي حاجه، مفيش جواز بيجي بسرعه كده ومن غير ترتيب، ده الجواز ده اللي بنقعد نرتب له كل يوم لحد يوم الجواز. ده الجواز التقليدي بتاع الناس العاديين، انا جوازي جواز من نوع خاص جدا. انا ومراتي اتفقنا نتجوز فاتجوزنا على طول. الف الف مبروك يا حبيبي، وربنا كده يخلف ظنوني ويجعله جواز مثالي وناجح وكله حب. والله يا درش هو ده فعلا اللي حصل. انا دنيا بتحبني حب جنون. هي اسمها دنيا؟ دنيا صاحبه محلات دنيا الاسماك. لا يا راجل. ايه انت تعرفها ولا ايه؟ لا ما اعرفهاش، بس اسمع عن محلاتها، سمعتها ماليه اسكندريه. انت اكلت هناك؟ لا اسمع ان محلاتها فخمه وخدمتها خمس نجوم. فعلا، وهنا معرفتي بيها رحت اكلت هناك وتعرفت على دنيا هناك. لا يا راجل، يعني انت رايح تتغدى وتطلع بقى عروسه وجوازه؟ يا باشا انا ما بضيعش وقت، وبعدين بقى لازم تجيب المدام بتاعتك وتيجي تعزمه عندنا في الفيلا. باذن الله ربنا سهل يا فؤاد. هيسهل ما يسهلش ليه؟ انت مش من شويه كنت معرضها جدا، بتقول لي ما قلتليش ليه؟ لو كنت عرفت كنت اجيب لك هديه واجي لك مش عارف ايه والكلام ده. ده انت عينك بقى على الهديه. لا يا عم بلاها الهديه، خلي العزومه في المحل. لا يا عم، ده انا اجي لك واجيب لك احلى هديه كمان. يا عم بلاها الرسميات ما تعرضهاش. مساء الخير. مساء الفل. اتفضلوا الشاي، ولو انه المفروض يبقى شربات بعد اللي سمعت. برافو عليك يا هام. ميرسي يا ست الكل، كل مبسوط. بس بعد اذن مصطفى بقى انا عايزك تحضرينا في الكلام اللي احنا بنقوله. اه طبعا، دي اختك. اقعدي يا هام. خير. بص يا ست الكل، دلوقتي مصطفى كان عايز يجي يبارك لي، قلت له يا سيدي سيبك من الرسميات دي وجيب المدام بتاعتك اللي هي حضرتك طبعا، وتتعزموا في المحل بتاعي انا ومراتي. اهو منها تتعرفوا عليها وتباركوا لها، ومنها تشموا هوا زي الفل وتاكلوا احلى سمك في اكبر محل في اسكندريه. قلتي ايه؟ اللي يشوفه مصطفى انا معاه فيه. ايوه يا عم مصطفى، خليك كول بقى وافق. والله يا فؤاد ملوش لزوم، خلي المسائل عاديه وهتلاقينا فجاه كده طبين عليك هناك. اوكي طالما هتيجي هستناكم بكره على العشاء، وبعدين بقى دنيا هتفرح قوي لما تشوفكم، وانتوا هتحبوها قوي لانها انسانه حبوبه قوي وعشريه. وبعدين يا سيدي عايز ابان قدامها ان انا لي اصحاب واهل، بدل ما انا مقطوع من شجره كده. خلاص بقى يا مصطفى وافق. خلاص ماشي. خلاص يبقى هستناكم بكره على العشاء. لا لا ده كتير قوي، وكمان عاوزنا نمضيلك على دول. اه طبعا. لا انت تديني وقتي كده اقعد مع السكرتاريه بتوعي وندرس الملفات دول واحده واحده. يا هانم مفيش وقت لا القعاد مع السكرتاريه ولا دراسه ملفات. ازاي؟ من امتى ماشي الشغل بالشكل ده؟ لا كده ما ينفعش. للضروره احكام يا هانم. طب خلاص اشرح لي كده بالتفصيل واحده واحده. انا ممكن ادي لحضرتك فكره مختصره عن كل عمليه وحضرتك تقشري عليها، والا كل العمليات دي هتقف خلال ساعات. يعني ايه؟ هو انا كل ما اجيب عن الشغل يقف بالشكل ده؟ ما هو ده طبقا لنظام الشغل اللي حضرتك حطيتيه. طب والحل؟ هنعمل ايه؟ ليه؟ هو حضرتك مش ناويه تنتظمي في الشغل كل يوم زي الاول؟ والله يعني انا ما اعرفش ايه ظروفي. لا يبقى كده فعلا لازم نشوف حل. طب ما تشوف لنا حل، قول لي هنعمل ايه؟ شوفي حضرتك ايه اللي يناسبك واحنا نعمله؟ ما هو انا اكيد لو عارفه ولا شايفه لي شوف اكيد كنت اتصرف. ما تريحني يا حمدي بيه، قول لي اعمل ايه؟ خلاص يبقى كده بقى ما فيش قدامنا غير ان حضرتك تصدري قرار يديني صلاحيات العضو المنتدب. منتدب؟ ايوه، امشي الشغل، امضي واقشر ويبقى لي صلاحيات اصدار القرار وعقد الصفقات بشكل رسمي. وانا بقى ايه بقى ساعتها؟ طرطور؟ العفو يا هانم، حضرتك رئيس مجلس الاداره بالظبط زي ما كان الوضع في حياه كاظم بيه. كان حضرتك اللي بتمشي الشغل فعلا، وهو كان رئيس مجلس الاداره وله الكلمه العليا. ايوه بس انا كنت بمشي اللي انا شايفاه وعايزاه صرف النظر عن راي كاظم. انت بقى عايز تعمل معايا كده؟ لا طبعا، اولا حضرتك وكاظم بيه كنت زوجين وفي بينكم عشم يسمح بالتجاوز، يعني كاظم بيه كان رئيس شرفي، لكن دلوقتي حضرتك رئيسه فعليه بحكم موقعك وكونك صاحبه راس المال. الا اذا بقى كنت مش واثقه فيا دي حاجه تانية. ازاي بس؟ ما انا ممسكاك كل حاجه اهو. طب عموما سيبنا فكر. والله يا حبيبتي اذا كنت واثقه فيه كده وماليه ايدك منه يبقى خلاص، الراي ده كويس جدا ويمشي لك شغلك. هي من ناحيه الثقه هي موجوده، ده راجل كويس ومحترم زي ما انت شفته، كمان معاه دكتوراه وطول عمره ماسك الشغل من زمان قوي، وحاسس ان الشركه دي بتاعته هو، كمان عمرنا ما مسكنا عليه اي حاجه غلط في الشغل. خلاص يا حبيبتي عايزه ايه تاني؟ اهم حاجه في اللي تمسكيه شغلك ده تبقي واثقه فيه جدا. عندك حق. طب ايه رايك انت اللي تمسك الشغل؟ انا امسك المؤسسه؟
اه مش انت بتقول اهم حاجه ان انا ابقى واثقه فيه جدا، وانا عمري في حياتي ما هثق في حد قد ما بثق فيك يا حبيبي. لا 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 سيبك من الموضوع ده خالص يا دوني، ما ينفعش. ليه بس يا حبيبتي؟ ما ينفعش انا امسك حاجه مش فاهم فيها، فارجوكي اقفلي على الموضوع ده. خلاص انت زعلان؟ لا يا حبيبتي انا مش زعلان، بس انا حاسس ان انت عايزه تشغليني في اي حاجه كده عشان ترضيني وخلاص. والله ابدا، انت كده فهمتني غلط. لا 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 غلط ولا حاجه. المهم يا حبيبتي الراي اللي قاله حمدي ده كويس قوي، طالما هو الراجل ده فاهم في الشغل بتاعه يبقى خلاص رايه زي الفل. خلاص اللي تشوف. اوكي يا حبيبتي، المهم بس انت تبقي فاهمه الوضع الجديد ماشي ازاي بالظبط، وتبقي فاهمه صلاحياتك ايه وتحدديها وصلاحياته هو ايه. ما تخافش، ما هو النظام ده موجود من ايام كاظم، بس انا بقى اللي كنت المسؤول. دنيا من فضلك بلاش تجيبي سيره حد من جوازك اللي فاتوا، انت عارفه ان انا راجل غيور قوي على مراتي. يا حبيب قلبي انت بتغير عليا؟ خلاص انا مش هجيب سيره الاسامي دي تاني ابدا، كله اللي زعلك يا حبيبي. غصب عني والله يا دنيا، ما هو الحب كده لما بيزيد عن حدوده بيبقى غريب، الواحد بيبقى عايز يحط حبيبه جوه عينيه ويغمض عليه عشان ما حدش يشوفه غيره. يا روحي بقى انت عاوز تشيلني جوه عينيك، امال انا اقول ايه؟ وقال بيقولوا الحب بيقل بعد الجواز. يعني حبنا بيزيد ويشعل كل يوم عن التاني. يا حبيبي يا فؤاد انا بموت فيك. اه صحيح يا دنيا كنت هنسى، انا بعد اذنك عازم واحد صاحبي هو ومراته على عشاء النهارده في المحل. اذني؟ ده محلك يا حبيبي، تعزم فيه كل اللي انت عاوزه. يا حبيبتي يا دنيا ربنا يخليكي ليا يا حبيبتي، بس انا عايزك تستقبليه معايا عشان اعرفك عليه. يا سلام، انا عمري ما شفتك مهتم بحد قوي كده، وده مين ده بقى اللي عاوزني اتعرف عليه واستقبله بنفسي؟ اهلا اهلا يا درش، طول عمرك مواعيدك مظبوط. دنيا هاني مراتي، اتفضلي اتفضلي نورتوك. ده بقى يا ستي الباشمهندس مصطفى، قشره قديمه وصديق عمري. اهلا وسهلا، تشرفنا. الشرف لينا يا فندم. ودي مدام هيام مراته، حب قديم عنيف جدا. بسم الله عليها ما شاء الله اموره. بنتي اللي احلى. شفتوا بقى مراتي حلوه ازاي؟ زي القطر. شكرا شكرا. فوزي. تحت امرك يا هانم. الاكل وصيتك عليه ها؟ حاضر. بسرعه. هتدوق احلى سمك فيك يا اسكندريه. اكيد طبعا سمعتوا عن مطاعمنا. اه طبعا سمعنا. بس صدقوني سمع غير التجربه خالص. اصل مصطفى مالوش في المروح والمجاي، طول عمره مالوش غير في المذاكره وبس، ودي اهم حاجه. قولي لي بقى انت مهندسه بردك؟ لا انا طالبه في كليه تجاره. والله طب حلو، اول ما تخلصي شغلتك عندي. اصل دنيا مش صاحبه محلات سمك وبس، لا عندها شركات ومصانع بيزنس وومن يعني. ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يزيدك. بس مصطفى مش عايزني اشتغل. معقوله؟ ليه؟ انت دقه قديمه ولا ايه بقى يا باشمهندس؟ لا والله ابدا يا مدام، المساله ملهاش علاقه بالدقه القديمه ولا الدقه الجديده، المساله بس وجهه نظر. طب وايه وجهه نظرك يعني ان مراتك ما تشتغلش؟ يعني انها تهتم ببيتها وجوزها واولادها، وده بقى متهيألي دورها الاساسي. اصل مدام هيام كمان حامل يا حبيبتي. معقول؟ ما شاء الله، ويا ترى بقى نفسكوا في ولد ولا بنت؟ كل اللي يجيبه ربنا كويس. منورين الدنيا. اهو الاكل جوه يا سيدي. ايه ده كله؟ لا 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 مفيش كلام الكسوف ده، كل كانك في بيتك بالظبط. بسرعه يا بنات بسرعه. يلا حبايبي يلا. على فكرة مش بعرف أعزم على حد. يلا يلا يلا. سي يا رب.